لسه صاحي من دلوقتي على الهوية. طب علي اسأل بسرعة. انت ما بتشتي مش متبكاش يا اشا. او ماي جاد انت تيجي بره احنا كده ثاني عشان بص جسمي مكسر بصراحة. مش قادر اقوم بصراحة. انا مش هقوم مش هقوم انت. يا مش هقوم مش هتبقى احمريكا. احمريكا؟ وات قصدكم ايه؟ خيانة خيانة. انت طلع ده مش ازرق ده عدوانة. غادي خيانة ولا مش متبكاش يا اشا. ايه ده يا لهوي؟ فاس واحمر. ايه ده؟ ثانية بس. قولي هو في ايه يا ابني اللي انا عملته غلط؟ طب علي انت دلوقتي مش مختار لون ازرق. ايه ده لون ازرق؟ قصدكم ايه؟ طب علي انت دلوقتي مختار اللي بتضرع حركات انتين منه. هو ثانية بس افهم بس الاول انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ انت ما مش لازم تمشي احمريكا. احمريكا؟ لا ما انا بص ما حدش قال لك انا ما بحبش الفراولة. هتبقى مش ولا كاتش يا اشا. لا ده بحب الفراوله والبطيخ كمان وبحب الطماطم. او مش كده مش انا مش بطمايه. طب ثانيه واحده بس عايز افهم حاجه. انتوا عايزين نلبس احمر عشان نبقى كلنا فريق احمر يعني؟ اه معانا بالظبط كده ضد الفريق الازرق عشان الاحمر هم الاشرار. ايه ده؟ طب انا مش عايز اكون شرير. انا ما بحبش الاشرار. خليني طيب. ايه ده معانا انت بعد كده تكون ضدنا. طب وانا يا ابني ايه اللي خلاني اتحول شرير؟ مين اللي محولك شرير يا زعبوله؟ الواد ده اللي واقف جنبي ده هو ده بتصلي له اثر عليا. ايه ده؟ انت اللي خليته تحول شرير؟ هو اتشبع. الشيب مش كده محترف لكن مش التايب ده مش كده النوب. الطيب نوب والشرير محترف؟ انت مين يا ابني اللي مذكرك وقايل لك على الحاجات النوبه دي؟ الشرير محترف والطيب نوب؟ انهي زمن ده اللي بقى بيقول على الطيب نوب؟ طب بص طيب انا مش هغير اللبس بتاعي ولا مش هغير مش هيما مش ولا كاش شك مش بقول لك. طب اسمعوني استنوا بس هجيب اللبس بتاعي من الدولاب اللي لونه احمر. اهو بص خليني اجيبه كده. جبت اللبس بتاعي من الدولاب اللي لونه احمر. وروني المكان الاول اللي بتقول عليه وهشوف انا اختار بنفسي بقى انهي لون. ماشي؟ طب ماشي انا مش هنط شويه. طيب ماشي هنط وراك فرخه ولا اسجد نط من كده. بيو انت رحت فين فرخه؟ انا مين؟ كنت انت من البلكونه. طيب ماشي يلا بقى لما تشوف دلوقتي على الوان اختار انهي لون بسرعه. وانا زعبله انت تختار انهي لون؟ اه علي بصراحه كده اروح هناك واشوف بقى ممكن انا مع حركات او ضد. طب يلا بينا. انت ودي انت بص يلا بسرعه. طب بص جاي وراك فرخ. اوكي على زي ما انتم شايفين دخلنا بسرعه مع حركات النوب وكل الحراميه. ايه ده حركات؟ كل الحراميه موجوده هنا يا ابني. هو انت يا حبيبي كل مش انت تختم مش في احمريكا الفريق الاحمريكا. بصوا كم واحد احمريكا. وات ده في احمريكا كتير. معلش عايز كده بقى اختار احمريكا بقى. ايه ده؟ بص قلبت الواد الحرامي خليني ادوس عليه. تعالى واد حرامي والله ادوس على راسك. ايه يا احمريكا واد ما مش بدي واحد مننا جيت في مش عم وتشوف. ايه ده اللي عندي؟ وطه يا لوي اللي عندي بتموت لي. ثانية يا لوي خليني اروح كده. ايه ده انا موت لي كمان. انت واد ما مش بتختار فريق. ايه ده وانا اخترت احمر يا نار زمان. ده رحت معاهم في الفريق الاحمر ده كله بقى احمر على اللوايه. ولا احنا نضرب مين؟ ام علي هنضرب الازرق. ازرق مين يا ابني؟ ما احنا كلنا احمر وفي ازرق اصلا. ثانيه انزل كده علي. بصوا كله احمر والله كل الحراميه بصوا جايين معانا في الفريق الاحمر. يا نهار الزبادي ده الفريق الازرق لسه موجودين هناك فعلا مش عايزين نستسلموا. اوكي خلينا نجيب كده بزوكه. عايزين بزوكه يا شباب. ايه البتاعه دي؟ انا كده بقرب. ثانيه ايوه البزوكه اهي والله. بص اجيب البزوكه دي. ثانيه كده نضرب في حركاته واصحابه. يا احمد انت مش فين؟ مش احنا في ايام ولا ايه؟ يا ابني مش انا يا ابني انا كنت بنشر هناك. انت ما مش انت نوب ولا ايه؟ بتحلف علينا نوب؟ طب علي تعالى بص اضرب معايا. ايه ده؟ احنا جيشنا كبير جدا. بص على الواية ده طبعا البرج او العمارة بتاعت البلو الفريق الازرق. واو الفريق الازرق ده غلبان والله مسكين. طبعا جيش الحرامية اقتحموا المكان والله. جيش الحرامية دخلوا جوه. ايه ده؟ انت وانا مالي مش هتدوي على الخزنة؟ الخزنة والتلاجة بتشع. خزنة والتلاجة؟ وانت عايز ايه من التلاجة؟ يا ابني مش عشان ما ياكلوش يموتوا من الجوع. يموتوا من الجوع يا نهار زبادي. عايز الفريق الازرق يموت من الجوع. افتح كده علي. عايزين نفتح كده الاسانسير ده. الو ده مش شغال. امال نطلع من فين بقى؟ يا ابني مش مع الشلك. زي ما القائد قال لك الخزنه والتلاجة. هو اتشوت عشان مش بياكلوش يموتوا من الجوع. طيب ماشي يا فرخه ده تفكير بقى على اللي بتاع قائد حرامية كبير. اوكي احنا دلوقتي في المكان بتاع الفريق الازرق مفيش ولا واحد اصلا. والله علوية بفكر في خطه ان انا اتحول ازرق واروح اكسر راسهم. يا عم انت مش تعبان مش عادي يا ابني مش فوق. ايه ده مساعده فوق؟ احنا جايين لك يا فرخه. قائد جيش الفراخ هتجي لك دلوقتي. ثانية بس انا مش عارف اطلع ولا انزل. كم واحد تحت وكم واحد فوق والله مش فاهم لكم حاجه. ده المكان من الناحيه الثانيه. اوكي عايزين ننط طبعا على البلكونه تحت. والله مش لاقي ولا واحد يا علوي. ايه الاماكن دي؟ البرج بصوا فاضي. ده في هنا ساونا. انزل كده علي في الساونا ولا بيحصل اي حاجه علوي شايفين. اوكي وفي هنا حمام سباحه. انا واقف بص بتمشى في حمام السباحه فوق. هو ده ما يمشي ده يتم فيه ولا مش عاوز يساعدك خالي؟ يا ابني ما انا بدور لك على الثلاجه. لقيت واحد بصوا كانشتش معايا هنا كده من الفريق الاحمر ومش لاقيين اي واحد علوي من الفريق الازرق خالص كلهم استسلموا. اوكي عايزين بقى نروح تحت كده بسرعه. في خناقه هنا علوي دلوقتي. بصوا احمر في بنت اهي عيني ازرق. ايه ده موتوني. نزلت عند الفريق الاحمر وفي موتوسيكلات علوي. ايه الموتوسيكلات دي؟ والله مش عارف يعني احنا نقدر ناخدها عادي. ثانيه كده نجرب. يلا بقى ليتس جو. بيشتغل؟ الو هو اللي مش عايز يشتغل؟ موتوسيكل بايظ مش شغال. وطه ولا انا اللي قاعد ورا؟ ثانيه يا كابتن يا حرامي. بصوا يا عيال الحراميه بصوا بتيجي تسرق الموتوسيكل في ثانيه.
مش كده يا ابو علي؟ مش عايز اشتغل. قال له ليتس جو اشتغل. هولي مولي. الموتوسيكل بيلف بص لوحده. اوكي ايه ده؟ هولي مول الواد ده ازاي كده على الويه؟ اوكي واستنى بص عند الفريق هنا. تعالوا بقى فين فين العيال ضدنا؟ ايه انا وانت ابو علي؟ ايه ده انتوا بتضربوا في بعض ولا ايه؟ احنا ما ينفعش نضرب في الفريقين. اوكي في واحد اهو ازرق. تعالى ويا بسرعه كسروا راسه. انا دلوقتي على الويه عايز اغير الفريق عشان كلهم هنا احمر. عايز اخضر بيه والله. اديهم واحده كده قنبله ثانيه واحده بس نجيب البازوكا اللي هي دي طبعا. اوكي عايز اشغل الصوت بس عشان يسمعوني. وده فرخه. انا عامل خطه دلوقتي. طيب تمام يا شبشاع. اوه في هنا ميه. نضرب كده بعد. ينفع نضرب في الميه. طيب دلوقتي بصوا كده فين وجيش الحراميه ده. في تاني ناس جاي. اوكي واحد اختار ازرق وانا كمان اختار ازرق. طبعا ده ما يعرفش ان القائد بتاعه على الويه مختار احمر. انا دلوقتي بقيت فين؟ بقيت في البلو. اتحدفت عليه. يا نهار زباله انا نازل على الموتوسيكل. ثانيه ثانيه بس نضرب الولد ده. على وين اسمك حركات صح؟ على ده انا هكسر راسك. ايه يا حبيبي كمان شويه بقى قد ايه ولا ايه؟ ثانيه بس يا شباب يا شباب يا شباب والله اضربكم بالبازوكا. امسكوا يا نبات. ما تشوفش قولي بول. ايه ده كلكم عليا؟ ابو علي مش هنسيبك يا ابو علي هنكسر راسك. يا شويه نبات. ايوه تجيب واحد من جيش الحرميه ده. لوي 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 يا نبات. انتوا عارفين عارفين لو امسك واحد منكم لوحده والله يكسر راسه. المشكله ايوان. يا سلام نزلت فوق يا علويه. بص البنت يا عيني معايا في الفريق مستخبيه فوق. البنت زي ما انا بتقول ايه ده اقتحموا البيت بتاعنا. هي بنوته يلا انا وانت نضربه. بصوا فرحانه ازاي يا علويه. فرحانه اني لقيت مساعده والله. اوكي انا اقف هنا كده ونجيب البازوكا ونحذفها على جيش الحراميه اللي تحت دول. امسكوا يا شويه نبات. ايوان ضربت واحد بس والله بسرعه. اضرب ليتس جو وانت واحد كمان. انا ابو علي انت فين يا ابو علي؟ انا بص واقف في مكان جامد. تعالوا يا نبات وادي حركات الفرخه. امسك. لا في واحد كان واقف جنبي والله واحد دوب مش عارف البنت ولا ايه. في حد على الويه بصوا كان لسه نازل من هنا. البنت هناك اهي بس انا ضربت العل اللي تحت. ابو علي انت فين يا ابو علي؟ اسكت يا فرخه يا زعبوله ولا اقول لك كل حاجه دلوقتي. حركات النوب انت واصحابك. انت فين حركات؟ انت ماي ماي مش شايف مكانك ولا مش كاش يا شيخ؟ هم دول اللي جنبي بتسك. ايوه تعالوا كده. والله ما اسف ما انا بقيت بروح فين. امسك يا فرخه. ايوه اثنين اهم اضرب بسرعه ليتس جو. يا حبيبي كرتش واحد بدي ولا ايه مش شايف بدي بدي. انت بتضرب منين؟ بتضرب من مات مات ليتس جو. لا ايه ده؟ ثانية على الويه ده معايا في الفريق. امال بتضرب عليا ليه يا نوب انت؟ اوكي معايا في الفريق واقف يضرب عليا. خلينا نحذف كده. لا في واحد جابني. او ماي جاد واحد من الجيش الحربيه نشيني من فوق. تقريبا في سنايبر يا علويه مش عارف ازاي جابون. ايوه في سنايبر. اي بص يا رقم 9 السنايبر ضربوا كده بصوا ونشلوني في دماغي على طول. اوكي هنعمل كده. تعالى وقف مو ليتس جو. شفت ابو علي محترف محترف علويه. شفت الاحتراف نشلت في راس الواد ازاي؟ بص احتراف انا لعيب. مو لو مسكت واحد منهم لوحده هكسر راسه. بس هم طبعا ايه مش بيلعبوا لوحدهم شويه نبات علويه. خلينا نشل في الواد ده. ليتس جو شايفين احتراف علويه. اوكي اللي بعده اللي بعده الفرخه ده يلا وقت. بصوا قتلت ثلاثه ولا اربعه في ثانيه. واي جاد على الجمادات. تعالى تعالى يا حبيبي الجيش الحرميه اهو. ابو علي انت فين يا ابو علي؟ هوريك دلوقتي انا فين يا زعبول. بس استنى الواد ده مش ساكت ليه؟ ده ممكن يكون حركات القائد ده. انت ماي ماي انت فين يا حبيبي؟ ضربت واحد جيش الحرميه ليتس جو. هم تقريبا هيشوفوني دلوقتي على الهواء. ايوان في بنت كمان رايحه معاهم في الفريق. ليتس جو قتلتهم. انا قتلت خمسه او سته. شايف الاحتراف على الهواء والله انا محترف. قتلت الواد اللي هنا كمان ولا ايه؟ اوكي بسرعه تعالوا. اوه اللي بقول لا 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 كده بقوا كتير كده بقوا كتير. بص جبت واحد تاني. اوكي اللي بعده اللي بعده. اوه ماي جاد كتير على الواي كده. اوه هيشوفوني هيشوفوني. اجري يا ابو علي بسرعه. انا قتلت تقريبا 10 منهم. خلينا نجيب اللي بعده. ابو علي عمال يضرب في العين بس اسحبنا. انت ماي ماي مش هتقدر انت فيا يا حبيبي. اوكي مش عايز تيجي فيهم ليه؟ ده معايا في الفريق. لا ده مش معايا في الفريق. امسك اهو موت. ده مش معايا في الفريق تموت. واحد اهو موت. ليتس جو ابو علي محترف والله. ماسكهم في السنايبر عمال اكسر راسهم. ايه عمال كفايه يا بابا تشكش يا اشو. تعالى حركات والله. بص على الواد عمال اضرب فيه زي الفراخ والله. اكتبوا لي في الكومنتات ان انا احسن لاعب في العالم. شايفين الاعتراف انا قتلت بصوا 20,000 واحد في ثانيه والله. بص عمال اضربهم زي الفراخ. بص عمال اصطاد فيهم شويه نبات. انت ما مش انت فاهم وش بوتك ولا ايه؟ ايه الفرخه ده؟ مش عايز اقف ليه؟ مات اللي بعده. ابص جبت لك بوتك يا حبيبي. جبت بالموتوسيكل. تعالى ايه ده؟ هو مين اللي ضربني؟ ايه يا بس عادي على الويه. انا قتلت كتير وهو النوب بصوا معاه فريق كامل. خلينا نبص بالبلكونه كده. بصوا بقى العيال بدات تفهم ايه اللي معاه في الفريق. بصوا على طول مسك سنايبر عشان يختار طبعا ايه وات انا اتضرب. الغدر ده على الويه انا لسه ما لحقتش اعمل حاجه بس ماشي. خلينا نجيب الرشاش. تعالى بسرعه. اوه ثانيه ثانيه الجيش الحرميه الجيش الحرميه. طبعا هنا المواجهه على الويه كده انا اللي اخسر. ليه بقى؟ لان هم عددهم كبير فاهمين؟ فهم هيموتوني. شايفين انا بضرب من ناحيتين. وبعدين هو ماسك سلاح اصلا يا علوي بيحدف. لو نط كده يا ابو علي. ثانيه ثانيه ثانيه. تعالى واقف واقف مستخبي ورا الشجره. فكأني مش شايفك يا فرخه. هم الفراخ كده نبات تحب يستخبوا لما يخسروا. اوكي ايه ده؟ في فرخه ثانيه اهو. تعالى فرخه تعالى فرخه.
موت موت يا حبيبي موت. يلا علوب يا نوب انت ما انا متشكيك ولا كشياشه. ايه ده معايا في الفريق. اوكي تعال لي ابو علي. انت فين ابو علي؟ تعالوا لي يا دبات. انا بص هستخبى لهم فين على الوجه هنا. اول ما واحد يدخل منهم على طول هم يدخلوا على طول. اهو جه اهو جه النوب مع السلاح اللي بيفرقع ده. مش عايزين نقف هنا عشان ما يعرفش ناشف. اوه عددهم كبير كده على الوجه. واحد ورانا. ثانيه ثانيه يا نوبات موت واحد منهم والتاني اهو. لا بص على الوجه كده عددهم كبير. رجعت للمكان اللي انا كنت لسه واقف فيه ورا عشان احاول اصطاد فيهم زي الفراخ. اول واحد بس انا ما جاتش فيه. امسك. اوه جت فيه جت فيه واحد دمه بقى مية. مات. اوكي اهو التاني اهو مات. ليتس جو. التاني لا يا نهار زباني. فرخة ثانية فرخة فاهمك وانت اليوم. ايه ده ده حركات. اه ماشي يا فرخة والله ما نسيبك حركات. يلا ما بتش علوبة يا حبيبي. علوبة يا حبيبي انا اوريك دلوقتي اللي من العلوبة يا حبيبي. انت واقف هنا صح؟ في حد بيحلف عليا من بعيد. اوكي خلينا نبص هنا نحاول نشيل في العل دي. بص بنط منين. طيب خلينا نيجي هنا. بص العربية والدعم لو جبت واقف العربية كده على الوش ما جاتش فيه. اقف يا واد. لا بص كده تيجي فيه. الواد عمال يتحرك دخل في الشجره مش شايفه. ثانيه 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 واد الزعبوله انت فين؟ معالي انا طالع لك والله ما هسيبك يا معالي. طالع لك على البر. طالع لي يا غدار. بص قتلت البيت. اوه اوه في حد ضربني. انا معالي انا فوق. المشكله قالوا مش عارف اقف فين. اقف تحت عددهم كبير. اقف هنا عددهم كبير. عايز ايه ده ايه ده؟ اوه بص السلاح ده. ليتس جو بيضرب على طول. بص جامد. وات بيو شغال على طول. ثانية عايزين بازوكا. لا 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 يا اصحابي. اوه قتلتهم. امسكوا يا نوبات اضرب البازوكا بتعبر فكت الليلة. بس السلاح ده جامد على فكرة. بيو اوكي بس المشكلة انه بيعمر في كتير يعني ما بيضربش بسرعة فالواد بيتحرك فبيقتلنا. اضرب يا واد. يلا واد بوت. في واحد ورانا اهو. انت كمان حتى البنت رايحه. يا نهار زبان البنت رايحه فريق العربيه. هو انت يا حبيبي بدات تنام بتشكلي معانا يا حبيبي شكويه. انا قاتل كام دلوقتي علوي؟ انا قاتل مش بيتكتب والله. انا قاتل كتير منهم يا علوي. احنا بص قاتلين 166 وهم قاتلين. ده هم اللي قاتلين 166 واحنا قاتلين 59. يا غدار بتضربني وانا بتكلم. بس انا قاتل كتير مش الفريق بتاعي. اوكي امسكي موتي موتي. اللي بعده تعالى كنشتش. تعالى نو راح مع فريق الحربيه كنشتش والله ما سيبكم. تعالى حركات. واحد بيسمي نفسه حركات. امسك يا حبيبي موت. وانت كمان والله ما سيبكم بقى شويه نبات. خد اهو. وانت كنشنوشه تعالى. انت مش بتضرب ليه يا كنشتش؟ السلاح مش لاقيه وقع منك. تعالى كنشتش يلا على اللوبي. اوكي ده فنشتهم. اللي بعده البتاع رقم 3 ده ممكن نطلعنا فوق على البرج علوي. ايوه اضرب كده ابو علي. عايز اطلع للبرج. طب ثواني بس نضرب العيال النبات دي. الجيش الحربيه تعالوا تعالوا شويه تبقى امسك اهو. موت انت اهو. لا البنت جت. امسك انت ما بتقول لي فين يا حبيبي شويه كسرتك دلوقتي. كسر راسي. طيب انا اوريك الفرخه. موتوا. في واحد ضربنا ببتاع بيفجر. اللي انا كنت لسه بضرب بيه والله يا الويل. البازوكا احسن حل. البازوكا بص على عشان هم عددهم كبير جدا فاحنا بص نعمل كده. بيو بيو على طول تموت. اوكي امسك يا نوبه. ماتت. اللي بعده اللي بعده ثانيه. ده بقى رشاش لما بيتحرك كده. ده رشاش على طول. ده رشاش على طول كده وتروحوا ضاربينه. اوه بيوسف بيضرب عليا كنبل. لا يا حركات الفرخه انت ما دام مش هتموت. لو انا كنت ورا بص حدف عليا بالسلاح اللي بيضرب كنابل. السلاح صح. انا عايز اقف فوق. يب لما بتقفوا فوق انت بتنزل بالحظ اصلا. بس لما بتقفوا فوق بتبقى حاجه جامده. ليه بقى؟ لان احنا كده ممكن نهزمهم بكل سهوله. خلينا نقف هنا كده بسرعه ونجيب بقى البازوكا كده على الوية. يبي ونحاول نضرب في الجيش الحربية. بس المشكلة انا بكرة والله نضرب كده بعلي. يا سلام بص الواد جه معايا من فريق العلوية. طبعا احنا اذكياء علوية اذكى من فريق الحربية النبات دول عشان كده نحاول نهزمهم. في بص هنا كتير منهم. ابو علي انت فين؟ انا لا انا وقعت. يا نهار زبادي مشكلة صعب ان انت تحدف البازوكا من فوق. موتو بص النوب اللي ماسك بازوكا وبيضربنا. والسنايبر جامدة برضه على الواية. بس السنايبر لازم نقف في مكان بعيد. لما بيقربوا مني هنا خمسة بيقتلوني لان بيكون عددهم اكبر. اوكي انا طبعا نشيل بالسنايبر. بس لما بيكون العدد كبير جدا بتبقى صعبه بصراحه. قتلت بص اتنين في سقف. بصوا بصوا الفرخه. اوه بصوا الفرخه اللي لسه بكلمكم على كده. لما بيقربوا مني انا بموت. بص لوحده امسكه زي الفرخه كسر راسه. بص كسرت راسه ازاي. وكمان البنت دي. يلا يا نوبه انت كمان. يلا يا نوبه انت كمان على اللوبي. لا بص دمها دمها نقطه. بص على واحنا واقفين على البرج بتاعنا. يا نهار زباني بنضرب من قلب البرج بتاعنا. هم واقفين هناك طبعا عمالين ينشلوا فينا النوبات. اوكي زعبول هناك هو جاب الموتوسيكل. تعالى يا زعبول. انا انا يا حبيبي شفت على الوجه جبته وهو راكب الموتوسيكل عشان تعرفوا بس الاحتراف. وكمان دول اللي راكبين العربيه. بصوا جبت واحد منهم. تعالى يا حبيبي والله ما اسيبكم شويه نبات يا فراخ. اوه واحد بيضرب فيا.
معاهم هما كمان سنايبر. تعالى كنشنوشة. بص قتلت منهم كم؟ قتلت واحد. او ماي جاد الصندوق اللي جاي البرج بتاعنا موتو. معلش والله ما نسيت كده اطلع لك البرج دلوقتي. المشكله اللي بيطلعوا لنا على الويه والله لولا بس بيطلعوا كان زماني مكسر راسك. تعالى نجيب السنايبر تاني عشان محترف. تعالى زعبول امسك. ايه ده الواد ده بيجمع فيك هنا عشان محترف زعبول. لا انت مالك مالك انت فين يا حبيبي؟ انا بص في البرج بتاع فرخه. تعالى لي البرج كسر راسك. ولا مش بسيبك اجي لك دلوقتي. اضرب بص في الجيش الحربيه بتاع النوب. امسك كمان. ايوه واحد نوب اهو وانت كمان وزعبول اهو. طب انا مش هسيبك يا معلم دلوقتي وانت هتموت لازم اكلك. هتشوف دلوقتي امسك زعبول. عشان تعرفوا الاحتراف يا نبات. ايه رايكم على اللي ماسكهم؟ والله عمال اقتل فيهم زي الفراخ. انت ما تموتش ولا انت ما تموتش كانيو. ايه خلينا نحذف كده ثانيه علوي. لما يكونوا كتير كده وعمالين يتحركوا بازوكا كده تتفنشهم في ثواني. وبازوكا كده اضرب يا معلم. البازوكا بتعبر في كتير. ايه دخلوا. اوه ماي جود ضربوا علينا بازوكا. اه معلم والله ما تسيبك. تعالى لي بقى. ماشي يا زعبوله يا نوب. بصوا زعبوله فين؟ اطلع واد اطلع واد بره. لا مش هطلع انا في بيتي. اه في بيتك زي الفرخه كده. اللي هيجي ده بص هكسر راسه. اوه بص اللي بيضرب على انت بتنشل عليا. امسك. الواد بقاله ساعه عمال بينشل عليا وانا طلقه واحده رحت مفنشه. اوكي اللي بعده. اوه في واحد بيحدف تاني. لازم استخبى كل شويه على الواد عشان محدش يعرف يضرب. اهم جيش الفراخ اهم. اوكي قتلتها شايفين احترام. طب علي قتل لك البرج والله دخلت على البرج مش هسيبك. اطلع لي يا فرخه. خلينا نجيب بقى البازوكا ونضرب في النص كده عشان يدمجوا. يلا اللي بعده بسرعه 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 بسرعه. اوكي ضربتهم. طب علي طب علي ده في البرج. ايه ده زعبوله جه ولا ايه؟ والله لو زعبوله تعال امسك. انت جاي للبرج يا فرخه؟ يا معلم مش عارف اقتله ولا في البرج ولا بره البرج. ايه الغش ده؟ انت وانا حركات ما تيجي تساعدني. انت ما زعبوله بتشاولي بتشاولي يا جماعه. تعالوا لي والله لو جيتوا انتوا الاثنين والله اكسر راسكم. يا محترف يا حبيبي. ايه احتراف ايه ده ابو علي المحترف؟ مش هنزل لكم كده فرق. بص قتلت ثلاثه في ثانيه. يلا اللي بعده بسرعه بسرعه. بازوكا بتحمل في كتير. السلاح ده حلو برضه لو ضربنا كده هنقدر نفنشهم. بص الفريق بتاعه كله بيساعدني ازاي على احنا محترفين. اسمعوا كلام ابو علي. اوه ماتوا ولا ايه؟ مين اللي ضربكم اصحابي؟ والله ما اسيبه. انا ابو علي بضرب السنايبر. انت وانا مش هتطلع لي؟ هطلع لك يا فرخه. تعالى تعالى اطلع لي اطلع لي موت. اللي بعده تعالى فرخه. اوه بص الواد ده الواد ده اللي بيدشل عليا صح؟ انا مش هسيبك دلوقتي. انت عايز تموتني يا فرخه؟ موت يا فرخه. اوه جت فيه والله. ايه الغدر ده؟ موت يا فرخه. انا موتت برضه على شايفين هو مات هناك اهو. عشان تعرفوا بس ان احنا محترفين. احنا دلوقتي كام؟ عايزين نجيب البنت دي طبعا. تعال بتضربي فريق بتضربي فريق وانا موجود. ايه ده؟ السلاح ده لازم ما زومش لازم اعمل كده من بعيد. بصوا من بعيد كده تضرب. بصوا احنا دلوقتي قاتلين كام؟ قالوا احنا قاتلين 131. انتوا متخيلين؟ هم قاتلين بقى كام؟ 200 وطه. مع انهم عددهم اكبر مننا 100,000 مره. هم عددهم كبير قالوا. بصوا بصوا الفريق الاحمر عامل ازاي؟ مليان عيال. بصوا الفريق الازرق. اوه في شويه بصوا دخلوا معانا وبداوا يسيبوا الفريق بتاع حركات. لا مش هسيب فريق مش هكسر يا شو. بصوا مقتحمين بيتنا الزعل ومحتاجين مساعده. يلا فرخه بول. اللي بعده الفرخه اللي عمال يتنطط زي القرد هناك ده. اوكي اطلعوا لي يا حبيبي. بصوا كم واحد حرامي. امسك اهو. اوه شافني 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 هينادي اصحابه دلوقتي. طب انا جيت لك يا معلم انت فين؟ تعالى يا زعبول موت. ايه الواد ده اللي بيجي لك فين كده؟ عشان تعرف الاحتراف. ايه ده الواد ده بيطلع بايه؟ بالجرابلر. امسك. اوه ماي جاد بص الفرخه على الويل. هو ده بقى اللي انا بكلمكم عليه. بصوا بيجوا كده جنبي ما بحبش انا كده بيقربوا جنبي لان بيبقى عددهم كتير. وبصوا بيقدروا يضربوني يا فرخه يا دوب. موت موت. بص التاني جاي. بصوا انا قافل كده في الشجره وعمال يتنطط زي القرد. تعالى تعالى يا فرخه. اوه لا رجعت تاني على البرج. هو الحل على الويل ان احنا نضرب. يا نهار زبادي انت جاي بيتنا جاي بيتنا يا حرامي يا نوب. تعالى سواق تحت وقعت تحت على والله نضربهم كده واحده ممكن يموتوا. ليتس جو. نط على طول اول ما شافني. هم كده جبناء فريق الحراميه. انت بدل ما مش هتبقى البرج يا حبيبي. ايه ده حركات في البرج ولا ايه؟ هنجيب السنايبر ونقف لهم كده. نفسي اشوف واحد منكم يا شويه نبات. تعالوا. ايه ده زعبول اهو. امسك يا زعبول. اتخبى ورا الحيطه والله. اوه انا موت. بص نزلت تحت تاني وفريق الحراميه مسيطرين هنا. احنا محتاجين مساعده هنا يا شباب. تعالى يا واد تعالى يا واد. انت المشكله ان انا ممكن اقتله عادي جدا سهله بالنسبه لي. بس الفكره بقى ان فريقه بيجي. بصوا بصوا النوبات بيجوا يساعدوه. عمر عمر يا معلم بسرعه بليز. بصوا النوبات كم واحد عليا. اربعه يا علوي. نزلت في بيتي. بص يا علوي انتوا متخيلين فريق الحربيه جاي في بيتنا؟ يعني احنا بصوا للدرجه دي. احنا للدرجه دي نوبات موتوا. بس ايه رايكم علوي بصراحه بالاحتراف؟ انا محترف صح؟ ومسكتهم كسرت راسهم. عايزين نجيب البازوكا. ايه ده؟ اه ده شوت جان. عاوز اجرب الشوت جان ده شكله قوي على اللي هو رقم 7. اوه
مش بيندمج جامد يعني. بص اوه جامد، تلات طلقات بيفنش والله. ممكن اضربهم امسك اهو، ليتس جو على طول بيفنش بسرعه. انا نظفت المكان على الوان ثواني من الحراميه. تعالى واد موت موت يا حبيبي، نظفت المكان ما بقاش فيه ولا حرامي. واحد اهو تعالى موت، ليتس جو. اوه جوم جوم جوم، ثانيه ثانيه هفهمك بس على حاجه. انت بصي دمك نقطه، يلا خد النقطه دي موت. سلام مع السلامه. المفروض دلوقتي بقى ايه، نجيب السنايبر. تعالى يا زعبوله انت فين؟ طب علي استخبى ورا الحيطه. زعبوله بص زهق من كتر ما انا عمال اديله بالبازوكه. امسكوا النقطه، عايز اضرب بازوكه، عايز اضرب بازوكه. ايوه هنا كده، ليتس جو. بس ضربتها فيهم. تعالى نبات بسرعه، مساعده يا شباب، فريق الحربيه كتير يا شباب. انت وانا معايا مش وانا ماشي بقى. اوه بازوكه 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 بسرعه. ركب سبعه، عايز اضرب هناك. لا ما لحقتش. طيب علويه بصراحه انا هوقف لحد هنا. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ولو عايزين تلعبوا اللعبه الجامده دي هتظهر قدامكم دلوقتي، هي دي، روح لعبوها. وزي ما انتم شايفين طبعا بصوا في عدد كبير من العيال من الفريق الاحمر هناك. احنا ممكن نضرب بالبازوكه كده واحده، ممكن نجيب حد منهم. ليتس جو، اخيرا قتلتنا زعبول. يلا علي انا ممكن استناكم دلوقتي وتيجوا تساعدوني دلوقتي في الفريق الازرق، وبحبكم من كل قلب. بص حركه الفرخه، انا ما بقتش هلومي. انا بص هجيب فريق واجي لك دلوقتي حركات. عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات مين اكتر واحد بصراحه كان بيعرف يدشل ويقتل في العيال. اكتبوا لي في الكومنتات ابو علي ولا حركات ولا زعبول. بحبكم من كل قلبي. ايه ده ايه ده علي العيال، بصوا في كل حته اللي مش عارف. نشوفكم بكره في تحدي تاني جديد. سلام.